عزيزتي ماما مع الدكتور أحمد أبو الوفا. عزيزتي ماما، الدلع حاجة أساسية في التربية، بس مش هي أصل التربية. كلمة لأ مش هتخليكي أم قاسية زي ما أنتي متخيلة. القواعد والانضباط في الحياة هيسهل الدنيا عليكي وعلى الطفل. يعني لما الطفل يطلب يأكل شوكولاتة قبل الوجبة الأساسية ويفضل يتحايل عليكي يتحايل عليكي، تجاهلي طلبه وثبتي على موقفك. ما تفكريش إنه مش هيحصل كارثة لو كان الشوكولاتة النهاردة، لأنه بعد كده هيبقى عايز كل طلباته مجابة، ولو ما حصلش ده هيدخل في نوبة غضب وعصبية لأنه محبط ومش قادر يفهم إمتى طلباته بتتحقق وإمتى بتتمنع. الضوابط اللي بتحطيها من البداية هتوفر عليكي وعليه جهد كبير بعد كده.